بفترة التعليم على البعد كنت تغششه ولا لا؟ لا ما كنت غشش. أكيد كان لحاله يدرس يجاوب لحاله. لحاله تزبط مع الأمور. إن شاء الله تزبط يا سيدي. إن شاء الله تزبط. إن شاء الله. ما في تغشيش في الموضوع. لا ما في تغشيش. في ناس سمعنا إنه كانوا هو يكون يلعب فوتبول وأبوه يحله وأمه. والله هذا ليش ما بندري عنه. يعني كل مش كل الأولاد واحد. ما كان يغششك؟ لا والله ما كان. ما كان. ما كان. نهائيا. والله صراحة. أولاد أخ. أمهم قالت لا. والله أعلم. ما بتغشش. لا ما بتغشش. بتابعوا مع المدرسة. واحد جاي 15 من 20 أجوا تعال بغششك. قالها ماما لا أخذ صفر ولا تغششيني. والله هذا رائع هذا مثابر. 9 سنين. قالت له طيب ماما بفهمك شو تحكيه. قالها خلص اخذت 15 من 20 خلص. لا ما كنت تغشش. لا والله ما غششه يا رجل. قسما بالله اكيد 100% قطع عينك بعيني. والله ما غششه. والله ما غششه. ابو نضال سيدي عندك اولاد بالمدرسه؟ في فتره التعليم عن بعد كنت تغششه؟ ما هو صراحه والله ما غششته لانه ما سواش عن بعد. ما سواش عن بعد. قال لي اليوم بده مسوي بكره بده. راح عليه الموعد للاسف. خيرها بخيرها ان شاء الله. يرضى عليك. اقول الله ينجح يا رب وياخذ بيدك ويد ابني ينجح. كنت تغش ايام المدرسه؟ انا ايام مدرسه لا ما كنت اغش. بالجامعه التوجيه غشيت وغشيت غلط. كنت حال صح وغشيت غلط. شايف كيف؟ والله هذه اللي زعلت عليها. وبالجامعة كنت أغشش والحمد لله. أساس لنك عبقري زمانة. الحمد لله والله. يعني كان تخصصي 4 سنين حلوة. كان ماركتينج. ماركتينج نعم. وهي شغال ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافية. يا رب يرزقنا ويرزقكم يا رب. حافظ كلمة الوالد. ولا خلاص. يعني إيشو منه؟ إيشو منه؟ على الخفيف. كيف يعني؟ والله مش ان يعني تغشش يعني ان تفهم لان عندي هذول صم بسمعوش. يعني هذول بدون لازم بالاشاره. فانت كنت تقرا مثلا وتوضح. بالاشاره يعني بالاشاره. لا ما كنتش تغشش انت اليوم؟ لا ما هم شاطرين. الله يخلي لك. الله يحفظ لك اياه. الله يسلمك. مش داعي يعني. لا ما في داعي. لحاله مشكله. الله يقويك ويقويك ويبارك فيك حبيبي. لا والله كان يدرس يعني يتابع دراسات اليومية كل يوم ساعة زمان كويس يعني. ما تدخلت نهائيا؟ لا ما تدخلت. ممكن أمه تساعده بس في الدراسة يعني. تساعده في الدراسة مش في الحل. لا والحل كمان يعني. وهيك غصة. لا بالدراسة اليومية قصدي مش في. أوكي احنا بنحكي امتحان. امتحان لا. لا كان يدرس وفاهم واجباته. لأنه كل يوم يعني ساعة. شو رأيك باللي كان يخلي الناس أو أهل الولد هو يلعب فوتبول وأمه تحل؟ لا غلط. هذا ما في يعني لقدام مستقبلا يعني ما اكيد بأثر على الولد وعلى دراسته. اكيد يعني